هذه رسالة للعلماء المنافقين، وهذه رسالة كمان للناس اللي بيقولوا عنهم إحنا رجال الدين، إحنا مشايخ هذه الأمة، إحنا معنا شهادات ومعنا دكتوراه ومعنا يعني مراتب طيبة، إحنا كل الناس بتحبنا، أنت بتطلع لي في المساجد، أنت بتطلع لي في المساجد إيش تتكلم، تطلع لي على منصات التواصل الاجتماعي إيش تتكلم عن الوضوء، عن التوبة، هذا شيء إشي عظيم بإسلامنا، ولكن هذا الإشي ما بغنيك عن إنه أنت تنصر إخوانك في شمال غزة. إخوانك في شمال غزة قاعدين هنا بين بيد وبيد، دقنا أصناف الموت، ناس منا انحرقت، ناس منا ماتت، في ناس عطشانة، في ناس جوعانة، والله العظيم ما تجرأ علينا عدونا إلا بسكوتكم. يا منافقين اتقوا الله سبحانه وتعالى، والله العظيم لو إنكم مش منافقين لنصرتم أهل فلسطين، والله العظيم لو إنكم مش منافقين، اسمعوا ده أقولكم كلمة، حتى ما تخدونا بعلمكم، وما العلم مش بس اسم، أنا عالم بالاسم، العلم بده أفعال، الدين بده أفعال، بده تضحية، بده تضحية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيش؟ الجنة حفت بالمكاره، بدك الجنة بدون ما تدفع ثمن عايش. والله العظيم حرب غزة كشفت أمثالكم الظلمة، إن أنتوا سكوتكم كتلنا أكتر من المعاناة اللي إحنا بنعاني فيها، أنتوا مسكوتكم دبحنا وحرق قلوبنا. أنت بس بدك تقول عن حالك عالم في الأمة وأنت من مشايخ الأمة، والله إنكم كذابين ومنافقين. ليش؟ الله سبحانه وتعالى قال إيش؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال لك؟ ما وقر في القلب صدقه العمل، ما وقر في القلب صدقه العمل. يعني أنت لما بدك تقول لا إله إلا الله بدك تعمل فيها، يعني أنت لما بدك تقول أنا عالم بدك تعمل في علمك، لأنه أنت حملت أمانة بس خنت الأمانة. بتعرف ليش أنت منافق؟ النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال صفات المنافقين ثلاث، بدي أذكر لك واحدة منهم، من ائتمن وخان. أنتم ائتمنتم على دين، على أمم، على أمة محمد بدينكم، ليش دخلت في مجال العلم؟ ليش كنت عالم من علماء الأمة؟ عشان تخذلونا؟ الله سبحانه وتعالى بنظر إلكم وشايفكم، شايف كيف خذلانكم. لو طلع رئيس دولة أو وزير قال لك اطلع احكي لنا كلمة، كان مدحت الوزير ومدحت الرئيس، وكان جبت آيات قرآنية وكانت تحكي بحرقة وبمحبة. أما أهل فلسطين اللي محتاجينكم سبتوهم وتركتوهم. لا تيجي تقول لي ليش بتقول عنا منافقين، احنا ما بدنا اسلام باسم، لا اله الا الله محمد رسول الله بدون عمل. لا تقرا لي القران الكريم بدون ما تعمل فيه، لا تقرا لي الاحاديث النبويه وتقول لي النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا الدين واحنا بنتبع سنته، وانت مش متبع وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، انتم خنتم النبي صلى الله عليه وسلم. والله العظيم احنا اليوم محتاجينكم في هذه الدنيا، احتجناكم وطلبناكم تقفوا معنا، بس انتوا سبتونا، بس يوم القيامة رح تحتاجونا ورح تجونا وتقولوا لنا اشفعونا. لا 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 لا، رح نقول لرب العالمين يا رب هدول الناس خذلونا، يا رب هدول اتعلموا العلم وكتموه، اتعلموا العلم وادعوا انهم اهل الاسلام واهل الدين وسبونا، سبونا يا رب، يا رب زدهم فوق عذابهم عذاب. والنادي على النبي صلى الله عليه وسلم قل له يا رسول الله، يا رسول الله هذول الناس خانوا عهدك وخانوا دينك وكتموا دينهم وما ائتمروا بأمرك ولا مشوا بوصيتك، يا رسول الله لا تشفع لهم. هذا قولنا يوم القيامة حنقوله، والله إيمان الأمة كلها في كفة، في كفة، وإيمان أهل غزة في كفة واحدة. وكان حقا على الله نصر المؤمنين، فإحنا ناس راح ننتظر نصرنا من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا وعد لا يخلف، وكان وعد الله حقا والله لا يخلف وعده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.